في إطار الحملات المتواصلة للتخفيف من الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون في مناطق العراق المختلفة، قامت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين بتوزيع المنح المالية على مدرسي وطلبة ثانوية صلاح الدين الأيوبي المختلطة في محافظة السليمانية. المنح المالية شملت المدرسين المحاضرين المتطوعين مجانا والطلبة المتعففين في ثانوية صلاح الدين الأيوبي المختلطة في ناحية النصر بمدينة حلب شتازة في محافظة السليمانية. تعاون مع هيئة علماء المسلمين تقوم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بتوزيع المنح المالية على الأساتذة المدرسين المحاضرين في مدرسة صلاح الدين الأيوبي في منطقة حلب شتازة في حي النصر بمحافظة السليمانية. هذه المنحة شملت الأساتذة المحاضرين مجانا في هذه المدرسة، وكذلك عشرات الطلبة والطالبات في هذه المدرسة. المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى ناصر الفهداوي أشار إلى أن هذه الحملة جاءت لدعم الطلبة النازحين المتعففين الذين تعجز عوائلهم عن دفع أجور نقل أبنائهم من المناطق التي يسكنون بها إلى المدرسة. بعض المنازل تحت الجبل، بعض المنازل بعيدة جدا، والذي يبعد حوالي 6 إلى 7 كيلومتر أو 10 كيلومتر هم فقط الذين يعني يأتون عن طريق الباصات، تنقلهم الباصات بأجرة النقل. الطلبة يعجزون تماما عن سداد تكاليف أجرة النقل لهذه المدرسة. مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي وطلبة المدرسة تقدموا بكلمات الشكر والثناء على مبادرة المنظمة وهيئة علماء المسلمين، مؤكدين على أن مبادرات المنظمة والهيئة هي التي أنقذت المدرسة من الإغلاق. نشكر منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية من علماء المسلمين بالمنح المالي للمحاضرين والمدرسين في ثانوية صلاح الدين الأيوبي المختلطة في السليمانية. يعني إحنا طلبة مهجرين وخطوط يعني ما نقدر ندفع، نمشي مسافة طويلة، والله جاب لنا منظمة أم القرى وساعدتنا شوية بالأجور هنا السيارات. يعني مبادرة منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين هي الثالثة من نوعها التي قدمتها لثانوية صلاح الدين الأيوبي بهدف إنقاذ طلبة المدرسة من ضياع فرصتهم في التعلم، حيث كانت المنح المالية التي قدمت بمثابة طوق الإنقاذ للمدرسة والطلبة وعائلاتهم.